مساء الخير، برحب بالجميع مع بداية حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي. مثل العادة منقوم بجولة على آخر أخبار طلاب الأكاديمية لتكونوا على اطلاع على آخر الأحداث والمواقف يلي شهدتها الساعات الأخيرة. رافائيل مزعوج وبدأ يشعر بالملل وصار حابب يرجع لحياته خارج الأكاديمية. هاي مام، هاي ماما، قلنا 3 أشهر قاعدين بين 4 حيطان، ما بعرف شو صاير، في شيء غريب عم بحسوه الشباب. والله العظيم حجن انا ضربتني الكآب والقوق وزاد سكوليوز وختيارت، ما كبرت شي 30 سنه. ثاني شيء نحن مرحله دقيقه، هلا كل واحد تيجي غني اغانيه بيقعد بده يبرشها 6 ساعات بالتياتر وبالديمو 8 9 ساعات تيجي مزبوط يحفظها وتيجي مدام كارلا يسمعها مزبوط، غير هيك بينام وبياكل. انسى غرامك، شو عم تحكي انت؟ واصلين لفينال؟ شو عم تحكي انت؟ خلص رافائيل بليز، كثير باللعبه، كثير ان ذا جيم، يعني كثير بقعد انبسط انا. انسى رافائيل، في كآبه وستريس ضروري تعيشيه. يا الله، انا حاطلع من هون هبيله. حد ايه؟ انا ببصم 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 يعني خلاص. حنان يا حنان، شو هالمرحلة اللي وصلنا لها هي؟ شو هالكآبة اللي وصلنا لها؟ خطيرة جدا. ايه طيب، لازم نعمل شيء صح؟ ان شاء الله. ان شاء الله. شو ان شاء الله؟ شو واحد بده يسلط يعمل شيء؟ ان شاء الله على كل شيء. ماما طلي شوي، الله يخليك، اذا فيكم تاخذوها. اذا انت بتعملي شيء غير انك تطلع تنامي او تنزلي تفتح الكادويات وتضلك تقريهم 83 مره وتقري كل بلوزه شو مكتوب عليها 1600 مره وتفرجيني اياها 8900 مره وترجع تحت تشوف الالبومات وتشوف فيهم 6753 مره، وكل 5 دقائق كل ما تتفركشي في للالبوم ترجع تفتحي تتفرج على نفس الصوره اللي حبيتيها والمكتوب عليها بالتويتر مدري شو وهاشتاج حنونه مدري شو، بترجع بتقريني اياها، ترجعي تطلع بتحطيهم هون، بتنزلي بتاكلي تفاحه، من بعد ما تاكلي تفاحه وتقشريها وتقصيها بترجعي بتطلعي بتلقط الالبوم وبتفتح الصور بترجع تطلع عليهم، وفي صور انا وياكي وبتعيطي لي رافائيل ليك صورنا شو حلوين، واو واو عم تتخيل، واو 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 مش عم صدق، واو 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 مش عم صدق، ترجع تتفركشي ببلوزه الك وبترجعي من الهدايا الجديده تاخذي صلة على الهدايا القديمة، ترجع بتفرجينا نفس البلوزة اللي فرجيتيني جمعة الماضي المكتوب عليها حنان مدري شو مكتوب عليها، واو شو حلو ما عم صدق. هذا كل بده يصير اليوم. ليتخلص من هالحالة قرر رافائيل يقلد هادي شرارة قبل دقايق من دخول هادي على الأكاديمية. يا هلا يا بلاش بعدكم اليوم انا. يلا يا مخلوق، شو بتلخص شو بتلخصوا الجرايم؟ حنان كيف شو رايك بحالك؟ ليك رح ارجع اعطي رايي فيكي بس انت قولي قولي قولي، بلش بلش عندي. حنان متقدمه؟ حنان متقدمه، وقفي محلك حياتي، كارثه بالفرنسي. انا كاتب لك هون كارثه كيف كيف تكون شوي نسيم 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 يا نسيم نسيم زهقت شيء جديد نسيم زهقت طلعت يعني بروسيا بلاقيك يعني نسيم زهقت حنان ما بدي تزعل يا حبيبي انت بنت حلوه وجهك حلو والكاميرا بتحبك انت كراكوس يا رافائيل منيح كلون كلون منيح مونولوج منيح كلون طبله 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 مع الغزال احلى يعني مش ليه بطلع مش انت بعشق روحك بالكلمات بحسك بتغنيها لشي 10 هيدي ايه الله 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 ايه جوده
جودة لما كنت فاتن هون كان عربي عربي. ها مظبوط ضعت بوحدة هون وقف على الدرج. اخ مش ضابطة خيي مش ضابطة. مروان غير انا موزع الغنية. انا موزع غير انا موزع الغنية. بدل 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 بكير بكير مروان بكير. في واحد موزع الغنية وانا يعني دبحتيني دبحتيني. هاي بدنا نوقف هايدي بس غني خلصت هايدي غنيتها طبعا فيروز حبك. لا وزقفوا له لو سمحت. لا هيك زقفوا له زقفوا له زقفوا له. برافو 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 برافو. تعلموا هذا الشغل. هيدا زلمة مجتهد. يعني عباس ولا عباس؟ انا عباس. شو بحب عباس ولا عباس؟ شو بحب انا عباس ولا عباس؟ حمص كل انه عباس على عباس على لبنان عرفته عباس على يا ابن اللذينه يا اختي يا اختي يا اختي صور غمض عيني عبد الحليم شوفوا كيف غناها تعلموا منه عبد الحليم عبد الحليم عبد الحليم عبد الحليم بالمصر بتقول عبد الحليم عبد الحليم عبد الحليم احنا عبد الحليم أكتر شخص بينطرنا ليطلع عرفت؟ بجد لا وتلاقيه كان طالع وشاف الراجل ده بيعمل كده. قال لك والله شوف الراجل ده بيعمل ايه. صدقني هتلاقي الواد بالغار اللي كان يقولوا لك ايه ايه لا ايه شو هو تعدينا بتجي هنا انيس انيس قول معي خي قول معي خي عندك ايه التنفو رفيال خليك قاعد محلك خليك خليك رجع رجع اذا رجعت ترجع محلك خليك كمل بالك كنت بتعمله بشرفي 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 عن جد امك بتصلي لك ليش لتبقى بالبروجرام مش معقوله فهد بالليل لا لا هادي طرقتك فيها خليك كمل اللي كان بيعمله فهد بالليل فهد بتقلدني انا مين انا بتقلدني لا هلا انت زعلان من فهد بالليل انت شفته شفته ما عندي شيء شخصي انا شفته ايه اوكي شو اخبارك؟ اخر مره بتقلدني اصلا اخر مره اشوفك يا جماعه بعرف خلص زمطت انت زمطت جمعه ماضيه؟ ايه هيدي البرايم. نتوقف مع اول بريك مشاهدينا ومن بعده منتابع تقييم هادي لاداء الطلاب. منتابع يوميات ستار أكاديمي مع المحطة الأسبوعية يلي بينطروها الطلاب ليعرفوا رأي هادي شرارة بأدائهم بالبرايم. برايم ما بيسوى. هذا العنوان الكبير. برايم ما بيسوى. حفاظ مزبوط شو بتقول إنه إذا شي حالبك تقلدني شي نهار يكون عندك عندي باك اب. هي تكون كلمات الكي وورد تبعي مزبوطة. يعني اوكي خطر وخوف ونوميناسيون وكل يعني هيدا حاله الرعب اللي بتعيشوها كل جمعه على تطلع تعمل برايم حلو بتاسف انه نوصل كل مره كنا نوصل على الفينال تقريبا عم نوصل على الفينال عم بيصير البرايمات شوي عم ترجع لورا نسيم زهقت منه بلشت ازهق يعني زهقت خلاص بالنسبه لي صار هو ذاته نسيم بيعطي كل اغاني بغنية ذات الشيء وبعده بينصح وبعده ما فرقني معه شكله هيدي مرعوبه عباس رجع شوي لورا عباس بموضوع طلبت شغله منه بيغني حلو وكل شيء بس لورا رجع يرجع يعمل جريماس بوجهه وينسى ريتمه شوي ما كثير ثابت انت زمطت الغنيه ما كانت لبقت لك مروان غنى حلو بغنيه ثانيه الفشل الزريع اسمه فشلت عملت تاني بيرفورمنس يعني عايب الشون حنان يعني مفاجأة فمفاجأة السهرة هي حنان يعني اللي بعرفه عن حنان بهذا البرايم كان فظيع بالنسبة لها حنان كثير منيح هيدي على السريع عليكم بدي اكبس بلاي هلا لنبلش وخبركم شوي بالتفاصيل أكثر كيف غنية لتعرفوا وين أخطأت بس هيدا تصور العام ها
ضيعتها. يا اخي ما بتسوى هيدي. الغنية شعبية مصرية لونك بموسيقى بلدك. أنا كنت متحمسة قوي بالغنية بغني. متحمسة مش متحمسة، باين عندي ضعيف، أداء ضعيف، بفوت وبيطلع يعني، يا سقع 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 يا شوب 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 هيك. أنت على طول بالمغنى دينا يعني باد لك، بس إنه كنت متوقع على إنه كنت ترجع لورا كثير آخر فترة. بدي اقول بسرعه، رح امرق على السريع بسرعه عليكم قبل ما ابلش بالتفاصيل، منك مرتاحه بالمغنى، خوف ساكن فيكي كل الوقت ما تركك، هيدي مش مزبوط. صرنا يعني صار عندنا مشكله، صرنا بالفينال تقريبا، نوصل على الفينال تبع ستار اكاديمي وبعد عندك هذا البارير، عندك الخوف ما تتخطيه، ما تقطعيه، ما يعني ما بدك كثير في ابس اند داونز بالمغنى. رفايال اولا ريتمك كل الوقت راكد صح، بدك تخلص من الغنيه وبدك تخلص من يعني بين انه بدك تلفها وتفل، يلا بدي اروح على البيت ناطرينك اهلك. ايه شو عامل عشاء امك يعني؟ ملوخيه ومش طيبه. طيب انا ما بحب الملوخيه، بس انه هلا بدنا نتفق انه كل وقت كنت راكد. هيدا منه رفايال يعني، انا بعرفه يعني، هذا لونك بالموسيقى، هالاغاني بتلبق لك. قلت لك هذا حكينا فيه قبل الموضوع، انه هذا نوع الاغاني هيك الهضامي عندك اياها و... بس غريب ما شفت رفايال بالغنية يعني، اللي مستنظره كنت منك ما عملته. تابلو كتير حلو، تابلو جدا رائع. عباس غنيت كتير حلو، ما بكذب عليك يعني، مش عم لي سيرة ده الأهم من بس الباب. العاطل بالموضوع اللي ما عندك كنترول عليه، هذا الشيء مش بإيدك. الطبقة على الواطي كتير اللي بقيت لك، وانت طلعت على العالي صوتك صغير وكأنه الريجيستر تبعك يعني الخامي تبعك بهذا الرينج مش حلو. ليش انا وصلت لها استنتاج لما تفكر انا على طول بظلمك و... لا انا وصلت لها استنتاج لانه انت زلمه بتغني كل اغاني مثل بعضها، كتبها عندي حيال الاغاني بيعطوك اياها بتغنيها مثل بعض، بتغني مثل بعض وهم زيتهم، عكس كثير غيرك من كونتستنتس او من كانديدات، بتغني على طول على الزيح يعني، مطلوب منك هالقد بغني هالقد انا وخلاص، وهذا اللي بعرفه انا وهيك. بحب روح التحدي اللي فيك اللي عندك اياه، انه انا طلبت، حبيت هالجمله منك، طلبت انه غني عالي، طلبت انه غني هيك وكذا، فشلت برافو، معلش بتسائل يعني، الواحد بيتعلم من فشله، بس بليز بدك تاخذ تحدي وتكون قبضاي ودارينج وعلمه اياها لنسيم هيدي، انه ما تنزع هذا، ما تنزع لا ما تنزعش مني، لا والله العظيم بحبك، بس بدك ما خصني انا مش لا لا مش هذا الموضوع، بدي اجي اسمعك عشان تحكيني، بس انه في وقت الموضوع انا حلو واحد ياخذ تحدي ويسيبه يعني هي نيدد بتلمها يا
في تركيز اكثر وجديه منك. برافو. انا بدي اعطيك شويه كريديت، يعني كريديت ما بدي برافو لحنان، بس كان في شويه اوفر اكتنج. كنت بعرف ما اذا محمسه مبسوطه بالغنيه لانه انا موزعها ما بعرف. لا مبسوطه محل ماي. ايه اكيد مبسوطه لاني عم غني مع مايا. صح شو مبسوطه لاني عم غني مع اكيد اكيد مايا شخص مهضوم، بس انا عم بقول انت كيف يعني كنت شوي اوفر اكتنج، يعني حركات وجهك وبادي لانجوج تبعك في شوية جريماس زياده عن زوم. حلو انسان يكون على طبيعته يا حنان، يعني العالم بتحبه اكثر على طبيعته. ميرسي مروان على كروه ولا مرس. خلينا اياك يا هادي. ميرسي شارارا شارارا وحيد ام مروان على الكاميرا. لا قد دلقت في الدعم. يلا باي باي. يلا ان شاء الله دايما تقلي برافو مثل اليوم. يا برافو برافو حنان. يلا باي. رح نتوقف مع بريك صغير، بعده منشوف كيف قدموا الطلاب امتحان الأسبوعي. منتابع حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي، وخلونا نشوف كيف قدموا الطلاب الامتحان يلي رح يقرر مصيرهم هالأسبوع. أخبار. ومعنا الآن مراسلنا من قناة الحقيقة رافائيل جبور. نعم محمد. أيوة أنا سامع عندك إطلاق للرصاص. نعم محمد. أيوة أيوة رافائيل. نعم محمد. يا ريت توافيني بالأخبار من عندك. أيوة محمد. أيوة. أنا رفايل. تحت قصف وأطلاق نار كثيف. غنى. ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود، أنا ما صبرت زمان زمان على نار وعذاب وهوان. كرتون. هل سأسدد الركلة المزدوجة؟ الركلة المزدوجة، هل سيفعلها ماجد وسيفوز؟ ترى هل سيفعلها كابتن ماجد ويفوز على كابتن بسام؟ هذا سوف نعرفه في الحلقة القادمة. دراما. جمبرا بردي جمبرا بردي بار أمبري بارا أودي بارا أودي بارا قبادي بارا أودي بارا. في شغلة بالغنى صار عم بيغني أحسن، بس في شغلة لاحظتها كل ما بده يبلش تيغني بيزيح رقبته راسه عن جسمه، بيجيبهم لقدام وبيبلش يشد لقدام. هاي شغلة ما منيحة عند محمد، بدنا نرجع نشوفها عن جديد. مدري ليه؟ لأنه بيكون مشنج خايف، يمكن هيدي علامة خوف. منحسه لآخر تك ولآخر إيفال ولآخر قبل آخر إيفال عم بيحضر وعم بيجهز وعم بيشتغل، وهيدي الشغلة كتير إيجابية لأنه هيدي بتسمح له ينجح بالحياة. أخبار. سيداتي سادتي، نوافيكم بموجز الأخبار، حيث تم القبض على مرتكبي العملية الإرهابية ليلة أمس. مهرجان لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت ابقى افتكرني واحكي عني مهما كنت نسيت. دراما. جاء تي تشينغا تشي تي تشانغي تشيني وتشينسي تشو تشيك. تشي تي تشي هاجي هاجي. حسيته ملبك شوي وخايف، فتحة تمه بعدها منا كافية، وصوت حلو كتير. أنا عندي ضعف لإله، بس بدي يفتح تمه بعدها يظهر هالرنة الجميلة يلي بصوته يلي بنسمعها مش بكل الصوت. أنا بشوف اليوم ناسين ضحى بالغنى على حساب الأشياء الحلوة اللي عملها بالأخبار وبالكرتون وبالدراما، يعني كان كتير حلو اللي عمله، بس بالمقابل كان أنا بالنسبة إلي مش ناسين اللي بغني بالغنى. أخبار.
مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بيوميات ستار اكاديمي. اسبوعين بيفصلونا عن جائزة $100,000 تقدمة تويوتا ايجيبت. غنى كيف حالهن كيفن حبايبنا عم يبعدوا البعض تعبنا كيف حالهن كيفن حبايبنا دراما الو الو ماريا الو خوسيه ماذا تريد ماريا اريد ان اقول لك انني احبك كرتون مساء الخير لاحلى اصحاب كيفكم ان شاء الله كنتم منيح ان شاء الله تكونوا منيح ليكو شو عملت ليكو شو عملت بس من ورقه عملت هالشخطوره اسمها قوتو شو رايكم نعملها سوا بهالورقه بس جاهزين يا اصحابي جاهزين سمعوني بدي اسمع صوتكم لهون جاهزين يا اصحابي انا بزعل لرفيان لانه اليوم ما كان مرتاح كان خايف وعم يرجف الصوت كان كتير حلو فتحة تمه كانت كتير حلوة وصوت ودى أكتر من العادة في مطارح أكيد غلبت من ورا الخوف والنفس مش هيدا رافائيل أنا بعرفه بالدراما كان مهضوم أوفر يعني أنه بهود يعني عم بيقلنا أنه هو مترجم كان مهضوم دراما يمكن كان أحسن شيء أما بالنسبة للغنى ايه اكيد انه صوته صار احسن رافائيل من قبل يعني لنا فتره هيك بنحسه عم بغني احسن بس انا بحس انه هالايفال هو ملعب رافائيل بتفاجئ اليوم انه بلاقيه ملعب غيره اخبار اسعد الله مساءكم خلونا نكتشف اليوم كل برج شو رح يجيب برج الجوزاء سنة 2016 مليئة بالفرح والتفاؤل وحتلاقي عمل يناسبك وكمشاكل مع شريكك الو بالك برتاح وقاعدة قاعدة عم تشرب مي وبالك مرتاح؟ مين ارتقت لي؟ كرتون مرحبا مرحبا رافائيل كيفك حنان؟ أنا منيحة وأنت؟ كنت متوقعة أكثر من حنان خاصة إنه يمكن إذا قصرت بالتمثيل ما عوضت بالمغنى اليوم تاني غنية أخذت طبقة كتير عالية نشزت نشزت إن زمان ما سمعنا تنشيز حنان هلأ اليوم نشزت رح نتوقف مع بريك صغير مشاهدينا ومنرجع من بعده لدرة والنومينيشن المنافسة عم تشتد اللقب صار قريب والطلاب أكيد على أعصابهم لكن الخبر يلي رح يزعل اثنين منهم وحدة درة بتعرفه نازلت لكم أنا بفرجيكم ما حدا منكم رح يبقى على كرسته درة The Revenge 2 افتكرتوا درة انتهت وخلصت مهمتها انتوا غلطانين درة ما بتموت درة مثل طائر الفينيق بترجع من قلب النار بترجع بتحلق اقوى واعمق كيفكن يا حلوين فرحت كتير الأسبوع الماضي لما شفتوني عم بتعذب الليلة ما رح تفرحوا الليلة رح تبكوا كلكن رح تبكوا يا عيب الشوم ما حدا قال كلمة منيحة عني
تطلب في الغربان تطلب لو بيت غرب لهم دولابك لو مرة مال ما بيبقى واحد منهم اي والله حكم سألوني ليش ليش الكل ليش بهالمرحلة بدنا نختار ثلاثة واثنين رح يفلوا هالاسبوع ما حدا رح ينام ولا يغمط له جفن الليلة درة استعادت مجدها درة اللي بتتحكم بكل شيء كل واحد منكم شمت فيي الاسبوع الماضي الليلة رح يدفع الثمن الله والثمن صار غالي لأنه صار عددكم قليل والليلة ثلاثة منكم رح يكونوا بدايرة الخطر كل شيء بطني بيوجعني ايه بطني بيوجعني فاتحين لي إذاعة بالأكاديمية وامبارح تلفزيون مط انحضروا نو 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 شو يا نسيم ضعفان كثير يا تكبرني ثانك يو تعطى طعمين تعطى طعمين دا غلغل فيك تاتا تاتا اقولك انت واحد منهم ايه شو كنت عم تغني خلص طارك خلص طارك طفي نارك اعمل لي فيها عنيف كبيتها من راس الدرج طفي نارك انا رح اشوي بناري الليلة اشوي قلبك ان شاء الله اعمل لي فيها مدرب رياضة اي والله لخليك الليلة بنقطع اجر وحدي أنا مين بيطفي ناري؟ والله لآخد طاري منكم كلكم رافائيل حبيبتي عم تقلي خليهم يدعوسوك وعم تغني لي لركب حدك يا الموتور شو رأيك تركب الموتور وتخليه يجيبك لعند دردر يا حياتي هون رح تكون مبسوط لا مشاكل ولا خناقات وإذا بدك حتى ما تتجر جيب حنون معك بعدين نازل تقليد بكل العالم سمعني كيف بتقلد درة رافائيل صف عمرك ما احلاك خلص خلص مش مهضوم بعطيك علامه بس صعب حياتك معقول يا حنان تكون الليلة انت ورافائيل بدايرة الخطر يا دلي شو رح تتسلي ساعتها يا درة لا 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 هايدي الأماكن كلها مشتاقة ليك ايه رأيك يا اختي مش وحشاكي الأماكن بمصر لا مش وحشاك شكرا الليلة رح بتقرر مصيرك الليلة ليلي حاسمي رح تكون اثنين منكم رح تحل عليهم لعنة درة مين قولكم محمد او مروان اهلين مروان او محمد محمد شو حاسس حاسس بمصيبة شو عم يقلك احساسك ابيض يا اما سويد ابيض قمحة او شعيرة شعيرة وانت مروان قولك مثل السجن اللي كنت فيه بالبرايم هيك رح يكون مصيرك الليلة يلا جهزوا حالكم درة رح تحكي درة رح تعلن الأسامي درة قوية درة رجعت تقول كلمتها إنه من الأول يلا شغلولي الإذاعة ورقصوني عهندسة الصوت عباس ومعكن خلف الميكروفون درة درة وحشني إيه من دلي دايبة فيه أنا هموت علي والله روحي فيه وما بشوف علي يدق قلبي إنه منين أول رافائيل Thank you.
النومينين تاني. احتفلنا بأول نومينين وباقي تاني نومينين مع درة. در در يلا رقصني يا عكس. عالطيب عالطيب قرب قرب عالطيب 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 بقلك شقفة من الطيب. عالطيب عالطيب هو قرب قرب عالطيب عالطيب. حنان هايدي حنان هايدي هايدي نسيم نسيم بابا هايدي اوف خلاص واحد منا ثلاثة انه من التاني نسيم الله اكيد. اما النومينيه الثالث من قله جيت وش جابك حبيبي من بعد طول المغيبي من بعد طول المغيبي حنان ولا ناوي يا حبيبي غرق الغرقان اكثر غرق الغرقان. النومينيه الثالث حنان. واو بليز كنترول بدي شنطة شنطة بس ما بتساع أنا لها ثيابي أنا يمكن هجماني مضيعيني ليلي في بس اثنين نوميني ما تلغزوني خطيتكم ما هيك؟ إيه ما بيصلكم شيء إذا من نومينيتين هني رافائيل نسيم يا تقبروني وجه البيت بدري كانت درة. حظ موفق للطلاب. خلينا نشوف كيف كان تصويت الأساتذة هالأسبوع. بعد تقييم مرور الطلاب بالبرايم وبالإيفال النومينيه بالنسبة لإلي هالأسبوع هن رافائيل وحنان. النومينيه بالنسبة لإلي هالأسبوع هن حنان رافائيل. نومينيه بالنسبة لإلي هيدا الأسبوع مروان نسيم. نومينيه بالنسبة لإلي هالأسبوع بعد البرايم والإيفال هن نسيم ورافائيل. نومينيه بالنسبة لإلي هالأسبوع بعد الإيفال والبرايم هن رافائيل ونسيم. الاتكال عليكم مشاهدينا. اترجعوا واحد من النومينيز على الأكاديمية. حلقتنا خلصت لليلة. أنا بلاقيكم بكرة بحلقة جديدة. باي باي. خليني من الكلام ما بقاش ياكل معايا ليه ضيع صرتي حاجة صرتي حاجة من الماضي ميتو أنا ورايا قول سلينا والسلام غيري نعيدو ضيعني غير مرة لضيعني انت قولة حلوة كتير طلع معك لضيعني غير مرة ما ترجع شي لمراية لهواية لهواية سيري صافي شوفي لك واحد غيري ما غادي